وصلتنا دعوه من بلاي ستيشن السعوديه وبلاي ستيشن الشرق الاوسط اننا نحضر حدث لعبه دايز جان في مدريد، وكنت من الاشخاص اللي راحوا هناك وجرب اللعبه، وراح اشرح لكم كل شيء نعرفه عن اللعبه في هذا الفيديو. خلوني في البدايه ابين لكم حاجتين. اول حاجه، ما اسمحوا لي اني اسجل جيم بلاي وانا العب، يعني كل لعبه اللي بتشوفونها قدامكم الحين هو من فيديوهات ارسلوها لنا. ثاني حاجه، اللعبه ما راح يكون فيها ترجمه ونصوص وقوائم عربيه، فقط الدبلجه راح تكون عربية باللهجة المصرية. أوكي، والحين خلونا نتكلم عن اللعبة. في لعبة Days Gone أو أيام مضت اسمها العربي، أيام مرت، راح تلعب شخصية اسمها ديكن، وقصة اللعبة تحكي عن كيف ديكن يقدر يتعايش مع العالم الجديد. بكل اختصار، اللعبة عبارة عن صراع بقاء في عالم وباء انتشر فيه وأدى إلى تحول الناس إلى مخلوقات شبيهة بالزومبي اسمها الفريكس. والفريكس ينقسمون لأنواع كثيرة، منهم السوامرز واللي يعتبرون أقل مستوى ومنتشرين في كل مكان، وأيضا النيوت واللي يعتبرون صغار الفريكس. طبعا كل نوع من الفريكس له عاداته الخاصة فيه ولازم تتعلمها عشان تقدر تتصدى لهم. وميزة الفريكس أنهم يصيرون أقوى تحت ظروف البرد القاسية ويكرهون الشمس، عشان كذا يتخبون في جحور أو أعشاش تكون منتشرة في كل مكان في مناطق اللعبة. أكثر شيء مميز في اللعبة هو الهورت، وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الفريكس تنتقل في مجموعات وتهجم عليك. وأقل هورت يتكون من 300 فريكس، متخيلين 300 فريكس يركضون وراك يهجمون في نفس الوقت، وهم شرسين جدا جدا ويأكلون أي شيء، حتى يأكلون نفسه أو باقي الفريكس اللي معاهم. وطبعا قدام راح تقابل مجموعات أكبر من الهورت وأخطر، واللعبة بتنصحك أنك تهرب منهم دائما، لكن طبعا في طرق التصدي لهم مع التقدم في اللعبه. وتقدر تستخدم الفريكس لصالحك بانك تخليهم يلحقونك الى مخيم الاعداء ويهجمون عليهم. واهم عنصر في اللعبه هو الصوت، بحيث ان اي صوت عالي يقدر يخلي الفريكس يجونك على طول. مثلا تروح عند سياره وتفتحها وفجاه يرن الانذار، وبكذا راح يجمعون فريكس كثير عندك يدورون مكان الصوت هذا وينه. وطبعا تقدر تستخدم الصوت انك تقود الفريكس على اعدائك. والحين خلونا نتكلم عن العالم. عالم Days Gone في 6 مناطق كبيرة في اللعبة، متنوعة من غابات إلى بيئة صحراوية وفيها حمام بركانية. طبعا في مباني كثيرة منتشرة، و99% من هذه المباني راح تقدر تدخلها وتستكشفها، والعالم بيكون مليان أدوات أو اللوت وتقدر تبحث عنه وتستكشفه. ولأن الخريطة كبيرة فإن نظام التنقل السريع موجود، لكن عشان تقدر تفتحها لازم تتخلص من أعشاش الفريكس في مناطق معينة بأنك تروح عند الأعشاش هذه وتحرقهم. أسلوب اللعب متنوع وفي حاجات كثيرة تقدر تسويها، مثل أنك كل ما تقتل الفريكس تجمع الأذن حقهم، وبعدها في المخيم تقدر تبدل كل أذان اللي جمعتهم بأدوات أو فلوس تفيدك في اللعبة. وفي أسلحة كثيرة متنوعة في اللعبة، من مسدسات إلى كروسبو، وتكون عندك سكينة ما تنكسر أبدا لكن أثرها في الضرب خفيف، وراح تفيدك بداية اللعبة كثير، وتقدر تستخدمها أنك تفتح في أقفال السيارات عشان تاخذ منها ادوات تساعدك. وتقدر ايضا قدام تلقى اسلحه مرميه لها استخدام محدود، مثل عصا بيسبول او خلينا نقول فاس، وتقدر تصنع افخاخ متنوعه ضد اعدائك. اهم عنصر في اللعبه هو الدراجه الناريه او الدباب، ومثل ما قال لي مخرج اللعبه الابداعي جون جارفن بان الدباب اعتبره كانه شخصيه معاك في اللعبه من كثر ما هو مهم، لانها بتكون وسيلتك الوحيده في التنقل في العالم الكبير. الدباب راح يستهلك بنزين، عشان كذا لازم من فترة فترة تعبي بنزين المحطات أو أنك تبحث عنه في البيوت أو الأماكن. وأيضا الدباب له طاقة خاصة فيه، بحيث أنه مع الصدمات وضرب الأعداء له راح يتعطل ولازم أنك تصلح. ولما تتقدم في اللعبة راح تقدر تطور الدباب بشكل كامل، من المحرك إلى الشكمان، وطبعا راح تصير فروق كثيرة في الدباب، بحيث أنه يكون أسرع ويتحمل الضربات، وأيضا يكون عداد البنزين فيه أكبر، وتقدر تصبغ الدباب إلى أي لون يعجبك. وإذا تركت الدباب في مكان ونسيت وينه راح يكون موجود في الخريطة صورته كبيرة ودائما بتوريك وينه، لكن خلونا نقول انك بعيد عنه، كل عليك تسوي انك ترجع المخيم وتطلب من شخص معين انه يجيب لك اياه مقابل مبلغ مادي رمزي. اللعبة راح يكون فيها تغيرات كثيرة في الطقس وراح تأثر في الجيم بلاي، مثلا الطقس البارد والمثلج راح يخلي الفريكس اقوى واشرس، والطقس الممطر راح يخلي سواقة الدباب صعب جدا. اللعبة راح تقدم لك 30 ساعة من طور القصة فقط، من غير أي استكشاف جانبي حسب كلام مخرج اللعبة. وأيضا في مهمات جانبية كثيرة جدا متنوعة وراح تأثر في تفاصيل القصة بطريقة ما.
والأهم من هذا كله أنك بعد ما تنهي قصة اللعبة الأساسية راح تفتح لك حاجات كثيرة وتحديات جديدة في اللعبة عشان تقدر تكمل لعب واستكشاف، يعني راح يكون فيها محتوى إند جيم ضخم. هذه كل التفاصيل قدرت أحصلها لكم على لعبة Days Gone. أتمنى تكون استفدتوا وأخذتوا فكرة كبيرة عن اللعبة. لعبة Days Gone راح تصدر في تاريخ 26 من أبريل. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.